TWNFM 91.2. اليوم يوم راحة، يوم الثلاثاء عندما يوم راحة، دونك استغلنا الفرصة هذه باش يقوموا بحركة نبيلة، وهذه معناتها أساس الرياضة. تعرف الرياضة فيها برشا معاني وفيها برشا حركات نبيلة. اليوم ارتئينا كرابطة باش ننظموا زيارة لمركز الرفيق أو جمعية الرفيق لأطفال فاقدين السند، وهذه بادرة وقت اقترحها على البنات فرحوا بها برشا، وان شاء الله تكون بادرة ناجحة برشا، وان شاء الله اليوم تكون زيارة معناتها فيها فايدة برشا معناتها للجميع. سيسام يضر لي الدموع هذيا معناتها اللي واقفة في عينيك تفسر برشا حاجات. أكيد ما نجموش ما تلقاش حتى الكلام باش تتكلم، تبدا عندك أنت بيبي. رياضة أخلاق ولا تكون سي عصام، ماذا بينا نشوفوا البنات. اليوم شفنا البنات كيف ما هكا متأثرين برشا، ماذا بينا نشوفوا غدوة الأولاد، وعلاش ليه الرياضيين الكل على الأقل نحسوا الوليدات هذوما الصغيرات هذوما اللي حتى ولو الدنيا جات ضدهم كمان ثم توانسة قلوبهم معاهم. أكيد حتى الدعم المادي المعنوي ما يوصلش للصغار هذوما، لكن يوصل للناس اللي هما قاعدين يعتنيوا بهم ويعرفوا اللي ما برشا عباد تجم تاخذ معهم ان شاء الله ربي معهم. حقيقه وقت اللي دخلنا معناتها لي سونساسيون تاعنا صعيبه باش يحدوا صفها، خاطر كي تشوف صغارات كيف ناكيه بدون سند، مساندهم كان ربي، واحنا اللي لازمش نكونوا عزلنا العباد الكل لازم تعرفش معناها صغير كي يكون ما عندوش بو ام، عنده يكون ناقص حنان ناقص برشا حاجات. انا صغير ديك حملته حسيته كبش فيا ما حبش يسيبني، معناتها يحسوا مالغري صغير في العمر ما يحس لي ناقص ام ولا ناقص بو. نحاول باش نكونوا معاهم. الجمعيه ذي اليوم جينا اكتشفناها جمعيه يعطيهم الصحه، قاعدين معناتها يرعاو في الاطفال هذوما، دونك يستحقوا المساعده، خاطر صغار يستحقوا الكوش يستحقوا الحليب يستحقوا الجوي يستحقوا اللبسه. دونك ماذا بين العباد الكل كان هي حاجه انسانيه، معناتها حاجه انسانيه ذي غريزه في طبيعه الانسان. حبينا اليوم نعمل زياره هو واجب، هو راح قرار مش مزيان. انيشيتيف طياره على الاخر المنتخب الوطني اللي جينا للبلاصه هذيا، كما قلت انت البنات تفاعلوا برشا مع الصغيرات الموجودين لهنا، الصغيرات اللي هما مع فاقدي سند. ديجا ميساج للمجتمع التونسي اللي باش نحاولوا نقلصوا من الظاهره هذيا، ونوجهوا الضوء معناتها على الحكايه هذه اللي فماشي ما تنقص فماشي ما تقل، ومام طون معناتي باش نحسنوا من ظروف الصغيرات هذوما ونحاولوا نوفروا لهم لو ماكسيموم. وكما قلت انت معناها ان شاء الله الانيشيتيف هذه مش المره هذه برك ديما تتعاون.